قال المؤلف رحمه الله: وصحيح مفعولا بالنحو عادة. قال هذا مكان من الأمكان التي تقلب فيها الواو ياء يعني. ولكن الراجحة التصحيح هو بقاء الواو كما هي دون أن تعل ياء يعني. قال: وصحيح المفعول من نحو عاد فعل، مفتوح العين، واوي اللام إذا أصوص منه اسم المفعول لك أن تعل واو مفعول، ولك أن تعل لام ياء فتكون عادا، تقول معدو بالتصحيح ومعدي بالإعلال، ودعا تقول مدعو بالتصحيح ومدعي بالإعلال. قالوا إذا صححت حمل على فعل فاعل، لأن فعل فاعل بالواو تقول عدوت ودعوت، وإذا أعللت حمل على فعل المفعول لأن تقول عدي ودعي. واضح؟ فهو علة اسم المفعول وعلة اللام في اسم المفعول حملا لها على فعل المبني المجهول. قال بعضهم، وقال بعضهم حملا على المصدر، وقال المصدر لا يحمل على المبني المعلوم ولا على المبني المجهول، والأحسن أن يكون حملا على باب أدلين. قالوا أدلين، نرجع إلى أدلين، لفعل اسم صح عين نفعل دلو فعل، دلو فعل. الأصل أن يقال فيه أدلون كما يقال في فلس أفلس، لكن عندما قلنا أدلون لا يوجد في العربية اسم معرب آخره واو لازمة قبلها ضمة لا يقع هذا، فأعللنا الضمة كسرة فقلبت الواو ياء، لأن الواو وقعت متأخرة بعد كسرة تعل ياء. التصريف علم رائع لكن لا بد من انتباه قليل. قالوا كذلك هنا، إذا قلت معدو الواو الأولى ساكنة زائدة تستحق الإدغام، فكأن الواو الأخيرة وقعت بلا ضمة، إذا تجاهل الواو الأولى صارت الواو الأخيرة واقعة بلا ضمة. نعم، إذا قلنا مدعو الواو الأولى ساكنة زائدة تستحق الإدغام، فكأنها لا شيء، فكأن الواو الأخيرة جاءت بعد ضمة، الفاصل بينهما تجاهلناه وهو الواو الزائدة واو مفعول، صارت الواو الأخيرة بعد ضمة مقدرة تليها تقديرا. واضح؟ فقلبنا الضمة كسرة فقلبت الواو الأخيرة ياء يعني حمل على باب أدرين وأجرين. عندما قلبناها ياء يعني، عندما قلبناها ياء يعني قبلها واو ساكنة، اجتمعت الواو والياء في الكلمة وسبقت إحداهما بالسكون فعلت الواو ياء يعني ثم أضغمت الياء في الياء فصارت معدي. واضح؟ واضح؟ الحمد لله. قال إذا كان مفتوح العين، قال إذا كان واو يلامي، فإن كان يائي يلامي ليس فيه إلا الإعلال، نحو بنا تقول مبني لأصل مبني خضعت لقاعدة يسكن السابق من واو ويا واتصل ومن عروض عالية فيأن الواو اقلبن مضغما وشذ معطى غير ما قد رسم. وإذا كان مكسور العين، إذا كان واو يلام مكسور العين فذلك قسمان، ما عينه ليست واوا والراجح فيه الإعلال كرضيع مكسور العين لكن لامه واو وعينه ليست واوا فتقول في اسم مفعوله مرضي، وجاء في القرآن الكريم ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وسمع في التصحيح وقرئ الشذوذ مرضوع. وإن كانت عينه واوا ليس فيه إلا الإعلال، نحو قوية أصلها قوي والواو الأخيرة وعلتها لتأخرها بعد كسر نطقنا قلنا قوية، فاسم المفعول منها اسم المفعول منها مقوو مقوو كرهو
التوالية ثلاث واوات وضم، فقلبوا الأخيرة، قلبوا الأخيرة ياء حملا على فعل، على الفعل به المجهول، على الفعل قوية. فعندما قلبت أخيرة ياء سبقتها واو ساكنة، وعلت الواو الأولى ياء وضمت الياء في الياء، فصارت مقوي، صارت مقوي ضمة وبعدها ياء ليست مناسبة، قلبوا الضمة كسر لتتمكن الياء فقالوا مقوي. إذا نقول الثلاثي الواو واللام ثلاث فئات، ما يترجح فيه التصحيح، وهو الواو واللام المفتوح العين كعداء، الأكثر فيها أن تقول معدو ومدعو وسمع الإعلال، قال وقد علمت عرسي مليكة أنني، وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا عليه وعاديا، بالتصحيح معديا عليه وعاديا بالإعلال. وما كانت عينه مكسورة وهو قسمة، ما عينه ليست واو الراجح فيه الإعلال كمرضي، وما عينه واو الواجب فيه الإعلال كقوي. انتهى. أنا كله معنى قوله وصحح المفعول من نحو عاد وأعلي لن تتحر الأجود. رحم الله. كذا كذا وجهين جاء الفعول من، إذا جئت بالفعول وكانت لامه واو قبلها واو زائدة، فإن الأصل فيها أن تقلب الواو الأخيرة ياء، وقبلها واو ساكنة تبدل الواو الأولى ياء ثم تضغم الياء في الياء، فتقول في جمع عصا عصو لامها واو، ثم تقول عصي بقبل واو الأولى ياء وإدغام الياء في الياء، ثم تقلب الضمة كسرة لتصح الياء تقول عصي، ثم تتبع الفاء العين تقول عصي، فأقول حبالهم وعصيهم، هذه خطواتها. وكذلك قفاء وقفي ودلو ودلي، صادلو هذا في الجمع، والمفرد كذلك تقول على علوا وسما سموا وعتا عتوا وعسى عسوا وسمع قسا قسيا وقسوا وسمع عسى عسيا وقسا قسيا، سمع هذا ابن مالك رحمه الله تعالى قال كذا كذا وجين جاء الفعول من الواو لام جمع او فرد، قالوا له يا ابن مالك ليس سواء، الاعلال كثير في الجمع، عندما استثقلوا الجمع خففوه بالاعلال، والتصحيح اكثر في المفرد، على علو وسماء سمو وعتا عتوا وعتا عتوا كبيرا، وسمع في الاعلال عسى عسيا، واضح؟ وشذ قولهم في جمع اب وبو وبنو واخو ولجو ونحو وبوهو، جموع شاذ، كان الاحسن في الاعلال في القياس غير، لكن الناس لا تصح. ونجو جمع نجو وهو السحاب الذي هراق ماءه، ونحو جمع نحو وهو الجهة، النحو من أسمائه الجهة. سمع سيبوي عربا يقولون إنكم لتطيرون في نحو كثيرا، أنا قوله كذا كذا وجهين جاء الفعول من للواو إلى ما جمع أو فردي، يعني اقرأ وشاع نحو نيا من في نو، شاع كثرة نحو نيا مما عينه واو أن يقال فيه نيم، تقول جمع نائم نوم أكثر، ونيم مسموع، وصوم وصيم، وجوع وجيع، شاع بالنسبة لنيام، بالنسبة لنيام نيام أقل، أما بالنسبة لنوم فنوم أكثر، وها نيم كثيرة بالنسبة لنيام، لنيام قليلة، أما بالنسبة لنوم فليست شائعة بل نوم أكثر منها. قال بعضهم ومعرص تغلي المراجل تحته، ومعرص تغلي المراجل تحته، عجلت طبيخته لقوم جياع،
لقوم جيع معرس لحم يوضع في العرصة، لحم يوضع في العرصة، تغلي المراجل تحته عجلت طبيخته لقوم جيع. قالوا هذا كيف وقع ذلك؟ قالوا الواو، الواو في الطرف حكما لأنها قريبة منه، فهو علت ياء يعني الأواخر محل التغيير، وسبقتها واو ساكنة فقلبت الواو الأولى ياء، ثم أضغمت الياء في الياء صارت جياء وصير. هذا مشروط بأن لا تكون اللام معتلة، فإن كانت اللام معتلة صحت العين، لأنهم لا يوالون بين إعلالين تقول شاو وشوا وغاو وغوا. أما إذا قلت فعال مر بك بأن فاعل تجمع على فعل وفعال، يقال نوم ونوام، إذا صارت نوام فالإعلال قليل لأن الواو بعدت عن الطرف قليلا صار يفصلها عنه الألف والميم، ومع ذلك سمعت ألا طلقتنا ابن ألا طلقتنا مية ابنة منذر فما أرق النيام إلا كلامها، فما أرق النيام ونحو نيام شذوذه نومي. بقي موضع واحد تقلب فيه الواو يا يعني ولم يذكره ابن مالك، ولم يذكره ابن مالك أكون صغيرا، وهو أن تقع الواو ساكنة مفردة بعد كسر مثل ميزان وميقات وميعاد، الأصل ميوزان ميقات موعاد، تقع مفردة هي أنت مفردة غير مدغمة، أي غير مدغمة، مفردة غير مدغمة، فصحت في نحو موعد سكنت مفردة بعد فتحة، سكنت في نحو سواك وسوار وقعت بعد كسرة ولكنها ليست ساكنة، صحت في نحو جلوال الواض سكنت بعد كسرة لكنها غير مفردة. ألخص لكم مواضع قلب الواو والياء في العربية 10، ألخصها لكم وجزها لكم، تعل الواو ياء في 10 مواضع إذا وقعت متأخرة بعد كسرة كرضيع والغازي والداعي، ويدخل في ذلك ما إذا كانت بعدها تاء كغازية وبعدها ألف فعلان كغزيان، غزيان من الغزو. هذا الثاني أن تقع عينا لمصدر وعلت في فعله وقبلها في المصدر كسرة وبعدها ألف كصيام وقيام واعتياد وانقياد، أن تقع عينا عينا لجمع وعلت في مفرده أو كانت شبيهة بالمعل وهي الميتة بالسكون كقيمة وقيم ودار وديار، وكذلك مثل روض ورياض وسوق وسياض، وكذلك إذا وقعت رابعة بعد فتحة كالمعطيان يرضيان وكأعطيت وادعيت. الخامسة أن تجتمع هي والياء في كلمة والسابق منهما أو ما هو في الكلمة، والسابق هنا ساكن متأصل ذاته وسكونا كمرضي ومبني. أن تقع عينا، أن تقع لاما لفعلى وصفا كالدنيا والعليا، أن تقع لاما لمفعول من كل ثلاثي مفتوح العين واوي اللام كمدعي، أن تقع لاما لفعول جمعا أو مفردا كدلو ودلي وعصا وعصي وقفا وقفي وعسى عسيا، أن تقع عينا لفعل، عينا لفعل نحو نيم وصيم وجيع، أن تقع
ساكنة مفردة بعد كسر. انتهى. قرأ الذي بعده. اقرأ هذه الشكل كما أقول لك. صار. ذو اللين فاتى في افتعال نبذل وشذ في ذي الهمز نحوي تكلا نحوي تكلا نحوي يصل نحوي تكلا حركته الاجهام الوصل بالكسر. ذكر ابن حمد رحمه الله تعالى في شرح المكودي. وشذ في ذي الهمز نحوي تكلا طات افتعال رد اثر مطبق في الدان والزد والذكر دالا بقي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقع حرف الليم وهو الواو أو الياء فاء في الافتعال وفروعه فإنه يعسر النطق بالتاء مع الواو. إذا قلت اتصل تقول إي وتصل انتصر. الفاء حرف لين، الواو حرف لين وهي فاء الكلمة وبعدها التاء، بينهما تقارب في المخرج وتناهر في الصفة. حرف اللين الواو مجهور والتاء مهموس والمخرج متقارب، فأبدلوا من حرف اللين تاء وأضغموه في التاء. قالوا اتصل يتصل متصل متصل به اتصال. أصل التاء واو. إن وصل أصل الكلمة وصل وصل. أحببت أن تجعلها على شكل افتعال قلت إن وصل ثم قلبت الواو وتاء وضربت التاء اتصل اتصل. خلس خلس تقول فيها اختلس خلس ثلاثي حبيت افتعل قلت اختلس صار افتعل مثل هذا. ذو اللين فاتا في افتعال ابتلا. وكذلك لو كانت لو كان الفاء ياء نحو اتسر من يسر تقول يسر يسر لعب الميسر ثم تقول اتسر والاصل انتسر. هناك تناقض بين الياء والتاء، الياء مجهورة والتاء مهموسة والمخرج ليس متباعدا لكنها قربها بالواو أوضح. تقول اتسر أو حمل للياء على الواو الله أعلم. تقول فيها اتسر يتسر اتسر متسر متسر اتسر. أنا قوله للذين فاتا في افتعال نبدأ. وبعض من العرب من الحجازيين يقرونها كما هي ينطقون بها معه يقولون اتصل اتصل ويقولون يا تصل ويقولون متصل ويقولون اتصال. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته يستخدم هذه الكلمة يقول حديث متصل متصل يقول الواو كما هي لغة البعض الحجازية. أنا أقول ذلني فاتا في افتعال نبذل وشد في الهمز. إذا كان في الهمز إذا بنيت الافتعال من الهمز نحو أكل تقول اتكل شذوذا شاذا وصل تقول ايتكل ويصل ائتكل. همزة مكسورة فساكنة تبدل الثانية ياء إعمالا لقوله ومد ند الثانية الهمزين من كلمة يسكن كآثر وأتم ثم تضغم الياء في التاء تبدل الياء تاء. ففيها درجة فيها عملان. العمل الأول أن تبدل الهمزة الساكنة ياء ثم تبدل الياء تاء. قال هذا شاذ لا يوالون بين الإعلالين. وقالوا هذا ليس من باب توالي الإعلالين. باب توالي الإعلالين لو أنت في نحو الهواء عللت الواو والياء الأخرى هذا توالي الإعلالين لكن هذا ليس من توالي الإعلالين. هذه درجة فقط من مراحل التصريف. فقالوا هذا شاذ وسمع منه ألفاظ قليلة. سمع افتعل من الأهل قالوا التهل ومن الأمانة قالوا التمنى. هذا قليل. أنا قليل وشذ في الهمز نحو تكلا نحو تكلا.
وهم يقول نحو التكل لكن أفضل قرأ. لازم ما في افتعال. قال إذا كانت فاء الافتعال حرف إطباق صاد أو ضاد أو طاء أو ضاء في النطق بها مع التاء عسر لأنها إذا حرف مجهورة مستعلية والتاء مهموسة مستفيلة، فأبدلوا من التاء حرفا من مخرجها ومن صلتها وهو الطاء، فقالوا في افتعل من صبر يصطبر، ومن ظلم يظلم، ومن ضرب يضطرب، ومن طلب يضطلب. أنا أقول طات افتعال رد إثر مطبق، هذا شطر فقط في هذا كله. إذا كانت فاء الافتعال طاء وأبدت التاء طاء، أبدت التاء طاء، اجتمع مثلان أولهما ساكن الإدغام هو تقول الطلب. وإذا كانت فاء الافتعال ضاء اجتمع متقاربان لك الإدغام بنوعيه بقلب الثاني الأول فتقول الظلم، وعكسه تقول الظلم، ولك البيان تقول الظلم وسمع، وهو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا، ويظلم أحيانا فيظلم. وإذا كانت فاء الافتعال صادا لك البيان تقول الصبر، ولك الإدغام بقلب الثاني الأول دون عكسه، لأن الصاد حرف صفير إذا أدغم لا يبقى ما يدل عليه، لك أن تقول الصبر ولا تقول الطبر. وإذا كانت فاء الافتعال ضادا لك البيان تقول أب طلب، ولك الإدغام بقلب الثاني الأول تقول الضرب ولا تقول الطرب، لأن الضاد حرف مستعلق. نعم مستعلق. نعم استطالة أو استطالة، إذا أدغم لا يبقى ما يدل عليه. انتهينا من فاء الافتعال. قال السيبوي وقد شبه بعض العرب ممن ترضى عربيته هذه الحروف في فعلت بهن في افتعل، لأن لام فعلت ساكنة فشبهوها بفاء افتعل، فقالوا حصتوا في حصتوا، وقالوا فحصتوا في فحصتوا، وقالوا حفظته، قالوا فيها حفظته، قال وأعرب اللغتين في ذلك وأجودهما اللات تبدل التاء، لأنها ضمير وجيء بها لمعنى اضبطوها، أبدلوا التاء بعد الافتعال وأبدلوها بعد فعلت، إذا كانت لام فعلت حرف إطلاق، حفظته خبطته فحصته حصته عنه صعب الرواية. قال طات افتعال رد إثر، هذا كنا في شطر في الدانة والزد والذكر دالا بقي، إذا كانت فاء الافتعال دالا أو زايا أو دالا فإن في النطق بها مع هذه الأحرف عسر لأنها مستفلة ومهموسة وإذا الأحرف مجهورة، فأبدلوها من جنسها أبدلوها دالا، فقالوا في افتعل من زانة ازدانة، وفي افتعل من ذكر ادكر، وفي افتعل من دانة. إذا كانت فاء الافتعال دالا وأبدل التاء الافتعال دالا اجتمع مثلان وأولهما ساكن يجب الإضافة كالدانة، وإذا كانت فاء الافتعال زايا اجتمع متقاربان لك الإدغام تقول الزانة ولا يجوز الدانة، لأن الزاي حرف صفير وإذا أدغم لا يبقى ما يدل عليه، تقول الزانة ولا تقول الدانة. وإذا كانت فاء الافتعال دالا لك الإظهار تقول مذكر
ولك لك الإظهار تقول المذكر، ولك الإدغام بنوعين تقول الذكر والذكر والأكثر الذكر، وقل أشد والذكر بعد أمة. ومن البيان قوله تنحي على الشوكي جرازا مقضبا، والهرم تذريه الدراء عجبا، والهرم تذريه الدراء عجبا. عالج فاء الافتعال مع سبعة حروف، حروف الإطلاق أربعة وهذه ثلاثة، والظاهر من حصره أنها تقر كما هي مع بقية الأحرف. سمع من كلامه إضغامها إذا كانت فاء الافتعال فاء، كانت تبرية من افتعل، افتعل من فرد، لكن تقول افترد بالبيان، ولك الإضغام في طرفه تقول افترد أبنة التاء، ولك عكس تقول افترد. وسمع قلبها دالا إذا كانت فاء الافتعال جيما، قالوا في افتعل من جمع اجتمعوا. وسمع بعضهم يقول فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع أصوله واجدز شيحا، اجدز. قال ابن بونا رحمه الله صاحب الاحمرار قال وفاء الافتعال بعد التاضغل، وفاء الافتعال بعد الثاجع مدغما فيه وعكسه قبل، وقلبها دالا أتى سماعا عن بعضهم فاجتمعوا اجتماعا. انتهى الشطر الثاني. اقرأ نعم اقرأ فأمر لو مضارع منك وعد تحذف في كائدة لك الطارة. صح. فأمر مضارع منك وعد يحذف وفي كعيدة ذاك الطرد، وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف، والتو وضلت في ظللت استعمل، وقرن في قرن وقرن نقل. هذا يسمى الإعلال بالنقل، وهو ثلاثة أقسام، يسمى الإعلال بالحذف. بارك الله فيك، أصلحوا لي إذا أخطأت. يسمى الإعلال بالحذف وهو ثلاثة أقسام: حذف فاء الكلمة، وحذف لام الكلمة، وحذف حرف زائد في الكلمة. قال رحمه الله فأمرنا مضارع منك وعد فعل، الواو والفاء المفتوح العين، إذا جئت بالمضارع منه سنضارع منه وكانت عينه مكسورة فإنك سوف تقول في وعد يوعد، انتقلت من ياء مفتوح إلى واو، ومن واو إلى كسرة. وفي النقلتين جمع بين الشيئين يشبه الجمع بينهما، الجمع بين المتضادين، انتقلت من ياء إلى واو وفي ذلك ثقل، انتقلت من واو إلى كسرة وفي ذلك ثقل. وجدوا أن الثقل كله تعلق بالواو فحذفوها، وحمل ما لا ثقل فيه على ما فيه ثقل، العلة منتفية في أعد وتعد ونعد، لكن حملوها عليه، وحملوا الأمر على مضارعه قالوا عد، وحملوا المصدر على الفعل لأنه خلفه دائما فقالوا عدة، والأصل وعد وعد، حذفوا الواو فاء الكلمة حملا للمصدر على المضارع، ونقلوا حركته إلى عيني وعوضوا عنها تاء قال العيد. قوله وعد هذا مفتوح العين في مفهومه تفصيل، مضموم العين لا يغير، تقول وضوء يوضوء، وسم يوسم، مكسور العين، مكسور العين إذا كانت عين مضارعه مفتوحة في الغالب تثبت الواو، تقول وجل يوجل، وجع يوجع وقد لا تثبت، نحو وسع يسع، وسع يسع. وإذا كان وإذا كانت عين مضارعه مكسورة فإن واو تحذف، مثل ورث يرث، ونق يمق. نعم.
وثق يثق. قال فهم من قوله فاء أمر نوم ضارع منك وعد أن الإعلال هذا بالحذف يشترط فيه ثلاث شروط: أن يكون ما قبل الواو مفتوحا، فإن كان مضمونا لا تفعله. نحو يوعد مضارع أوعد لا حذف، ونحو يوعد مضارع وعد بني المجهول، وشد من ذلك يذر ويدعو قبلها ضمة وما ذلك حذفت. كذلك يشترط أن يكون ما بعد الواو مكسورا، فإن كان مفتوحا لا حذف، نحو وجل يوجل. أما قولهم وضع يضع، وقع يقع، وهب يهب، قالوا أصله فعل، كان قياسا تكسر عينه، ولكن جاء حرف الحلق فاستعلى بها. وضع لام حرف حلق، وهب عينه حرف حلق، وقع لام حرف حلق، وقع وضع وهب وضع. هو كان في الأصل يقول فيها يفعل، لأن فعل أكثر يفعل أو يفعل، لكن حرف الحلق يأتي بها العلاء. هذا النوع الثالث. الشرط الثالث أن تكون في فعل، لأن الأسماء أحق بثبات المبنى، إعلال كثير للإعلال. لو كانت في اسم لا لا لا، كانت تبنية من وعد على مثال يقطين، تقول يوعيد، صح؟ أن تكون هنا. فما قوله وحذفه وفاء أمرنا ومضارع منك وعد حذفه فيك عيدة لك الطلب، وقد تحذف قليلا. قال أبو أمية الفضل ابن العباس ابن عتبة ابن أبي لهب كان شاعرا إسلاميا، وقال له أبو أمية قال إن الخليط أجد البين، فإن جردوا وأخلفوك عيد الأمر الذي وعدوا، وأخلفوك عيد الأمر عيدة الأمر. من قوله فأمرنا مضارع منك وعد يحذف فيك عيدة ذاك الطرد، قالوا فيه من قوله عيدة أنه يشترط ذلك شرطان: أن يكون مصدرا نحو وعد عيدة، وزن زينة، وصف صفة، وأن يكون المصدر على وزن، وشد من ذلك شد حشة الجهة الموحشة، ورقة ولدة معناها الترب، الناس الترب اللدات الترب شد، وأن لا يكون على وزن ألا يكون من اسم الهيئة نحو وتره وتر ووقف وقف، هذا كله لا يعلم به. وصف انتهى البيت الأول. قالوا ربما أعلوا أفعالا أخرى، قالوا سعة في الأمر سعة، وقالوا ضعة وضع لاسم الباب وسعة اسم الباب، ربما أعلوا وقالوا ضعة وسعة من سعة ينفقوا سعة من سعته سعة، قال ربما أعلوا. نعم. قال قوله واهر ذلك أنه في الواو وحده، قالوا كذلك في الواو قد يقع في الياء مثل يسر لعب المسر، قالوا يسر، وقالوا يئس، قالوا يئس وبئس، ويئس قالوا فيها يئس، ويسر يسر عملوها كالمعامل السابقة في الفعل بالذات. نعم. بعده هذا النوع الثاني من باب الإعلال بالحذف بارك الله فيكم، وهو حذف حرف زائد الكلمة. قالوا تحذف همزة الإفعال من المضارع ومن اسم الفاعل ومن اسم مع قوله وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتين متصل. قالوا أكرم، لو قالوا يؤكرم، لو قالوا أؤكرم في فعل المتكلم أؤكرم اجتمع همزتان، وفي ذلك ثقل واضح. حذفوا الهمزة الثانية فقالوا أكرم، وحملوا المفتتح للتاء والنون والياء على المصاحب الهمزة، والعلة فيه منتفية لكنه باب الحمل. قالوا أكرم ونكرم ويكرم وتكرم، وكذا تقول مكرم ومكرم، لو قلت مؤكرم فيها ثقل واضح. المهم حملوا الجميع على فعل المتكلم، وسمع فإنه أهل لأن يؤكرم، فإنه أهل لأن يؤكرم. قال وصاليات ككما يؤذفين ثافي القدر ثلاثة،
وصاليات ككما يؤذن أثبت همزة الإفعال. وسمع كساء، كساء مؤرنب أي فيه شعر الأرنب، وسمع أرض مؤرنبة كثيرة الأرانب. فإن أبدل من الهمزة غيرها لا يحذف، كان تقول هراق بدل أراق، تقول زيد يهريق وأنا أهريق، العلة منتفية، وتقول ماء مهراق وشخص مهريق، وتقول عنهل الإبل، تقول يعنهلها وإبل معنهلة وراع معنهل، انتهى. قرأ لذلك الماضي المكسور العين الذي عينه ولامه من نوع واحد، إذا أسمي الضمير رفع المتحرك لك فيه الإتمام ولك فيه حذف اللام مع نقل حركة العين الفاء، ولك حذف اللام دون نقل حركة عين الفاء. فتقول في ظل أصلها ولل، تقول وللت ووللت ووللنا ووللنا، ولك أن تقول ولت ولت، حذفت اللام ونقلت حركة عين الفاء، ولك أن لا تحذف، أن لا تنقل، فتقول ولت. وفي القرآن الكريم فولت تفكرون. إذا كان مفتوح العين لا 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 حذف فيه، تقول حل، تقول حللت. وشد من ذلك قولهم مس، مس في 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 مسه في مس سمع مست، مس حس، حس به، حس مس، مسه ولا يمسه، مسه مس مكسورة، مس تقول يمس مضارع يمس، شد بعض العافية. كذلك شد قولهم، تقولهم أحسست، قالوا فيها أحست، أحست. وصل تقول أقررت، أقررت لأنها رباعية لا حذف فيها، لمسألة الإتمام من قوله ولت وولت في ولت استعملا. وقرنا قال المضارع المكسور العين الذي عينه ولامه من جنس واحد إذا أمرت منه، أمرت منه أو أسنته للإناث لك في أن تقول في قر، قر لفتح عين الماضي وكسر عين المضارع، قر يقر، لك أن تقول يا نساء قررنا وتقررنا، قررنا وقررنا تستعمل فيه لغتان وهما الإتمام قررنا نعم لا لا انتظر فقط، تقول قررنا يا نساء قررنا، قرنا قليلا وشاري قليل وقرنا نقلا، الأكثر قررنا لأنها فتحة لا تستثقل، المستثقل اجتماع المثنية والكسرة، هي قر يقر. إذا أمرت النساء تقول يا نساء قررنا، لك الإتمام قررنا، ولك حذف اللام، حذف اللام مع نقل حركة العين إلى الفاء، فأصلها يقررنا، تقول وقررنا، تقول يقررنا بالإتمام، ولكن تقول قرنا، نقلت حركة العين إلى الفاء فتحركت الفاء واستغنيت عن همزة الوصل، تقول قرنا. وأكثر القراء يقرؤون قرنا في بيوتكم، ثم قال رحمه الله وقرنا، وهي قراءة منافع وعاصم، على أن الفعل قر يقر بكسر عين الماضي وفتح عين المضارع، فتقول فيها يا نساء قررنا، وتقول يا نساء قررنا، قررنا بالإتمام وقررنا بحذف اللام ونقل حركة العين إلى الفاء. قالوا نقل لأنه لا ضرورة له، لأن الفتح لا يوصف بثقل، قرنا للثقل، استثقلوا اجتماع مثلين مع كسرة، يقررنا حذفوا الراء الأخيرة ونقلوا حركة العين إلى الفاء وهو القاف، قالوا قرنا. أما قرنا فمن باب الحذف في فعل مفتوح الفاء، لا ضرورة لذلك عندهم، وهو القرآن الكريم لا نقول فيه إلا سمعنا وأطعنا، فنقلوا وقرنا في قرنا وقرنا نقل قرنا.